دكتور اللي هو زيارة الطبيب، هل هي شيء أساسي ولا زي ما تفضلت اللي هو ينعزل الطفل ويشرب كثير من السوائل تكون كافية؟ طبعا الاعراض متفاوته، في بعض الاطفال يحوشهم احتقان، فقط حراره احتقان بدون اي طفح جلدي، بعض الاطفال مجرد بعد كذا يوم بدون اي مرض بس طفح جلدي يطلع لهم تقرحات بالفم، ما يشربون الشيء الحار، نعم ما يمشي او ان في اقدامهم او في ايدهم، بعض الاطفال ممكن ما يحوشهم اي اعراض، فبالتالي الاعراض متفاوته، بعض الأطفال نادرا أن ممكن هذا. إذا في أنواع أخرى من الوقاية ممكن تذكر لنا إياها؟ طبعا هو الوقاية، العزل، الابتعاد، هذه أفضل طريقة، الابتعاد عن الأطفال المصابين، وإذا كان الطفل مصاب ما يروح الروضة، الابتعاد عن هذه الأماكن، أما إذا كان في لقاح معين، هو لا يوجد لقاح معين صراحة يعني، وإذا كان في يعني أي لقاح لو يعني طبعا ما نوت ريكومندد، يعني المرض غير خطير أي ولكن مزعج، فما نحط لود على المرضى ان ياخذون اي لقاحات او اي ادويه مسبقه يعني، افضل شيء هو العزل ولا يوجد لقاح لهذا المرض.